أعزائي المشاهدين، سلام المسيح معكم. الحقيقة دي أول مرة أعمل فيها فيديو، وده بسبب الظروف اللي احنا فيها، ظروف وجودنا في البيوت. وأنا حابب أتابع مع الكنيسة اللي برعاها، أو الكنيستين اللي أنا برعاهم، أتابع معهم الخدمة والعبادة. أصلي أن الرب يدينا نعمة ويكون الفيديو ده سبب بركة للجميع. في البداية أنا حابب أقول زي دعاء أو مناجات للرب يسوع، اللي هو موضوع حديثنا النهاردة، خصوصا في الأحد الخاص بدخول المسيح الانتصاري كملك إلى مدينة أورشليم. أولا، تعالى يسوع، تعالى يسوع، أملك على قلبي وتحكم فيه، اتحكم في أحاسيس ومشاعر قلبي علشان أتمثل بيك في إحساسك بالآخرين والشعور بألم الناس. تعالى يسوع، اتحكم في شهوات وأطماع قلبي علشان أسير على دربك وأقدر أكبح جماح كل شهوة تظهر في قلبي وأتحلى بالقناعة والرضا بكل اللي معايا. تعالى يا يسوع، وتحكم في كمية الحب اللي في قلبي، وخليني كما أنت أملك حب جارف للكل، ابتداء من حب نفسي إلى حب الأعداء، مرورا بحب الكل دون النظر للمنفعة من وراء الحب ده، وجعلني أحب الكل للحب ذاته. تعال يا رب واملك على أسرتي عشان تكون كل أسرتي مشمولة في دائرة محبتك وعطفك وحنانك. تعال واملك كل أسرتي عشان يكون كل أعضاء أسرتي الصغيرة الكبيرة أعضاء في مملكتك وملكوتك. تعال يا رب واملك على كل الأرض. الأرض دلوقتي مهيئة تماما ومعدة أنك تظهر فيها مجدك وتظهر فيها سلطانك وتعطي للأرض حنانك. آمين. أنا حابب أني أقرأ الجزء الخاص بدخول المسيح لمدينة أورشليم. دخول يسوع لمدينة أورشليم ذكر في الأناجيل الأربعة. أنا حابب أن أقرأ الجزء اللي جاء في الإنجيل بحسب البشير لوقا أصحاح 19 من عدد 38. بعد دخول المسيح لمدينة أورشليم قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفريسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم، انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم أنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. اللي ذكر عن دخول المسيح لمدينة أورشليم في الأناجيل الأربعة كالتالي. اللي ذكر في إنجيل متى أصحاح 21 وعدد 9: وصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي. لكن كمان ذكر: ارتجت المدينة قائلة: من هذا؟ في إنجيل مرقس ذكر: أصنى مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أصنى في الأعالي. إنجيل لوقا رنا اللي ذكر في إنجيل يوحنا: أصنى مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. تقريبا نفس الصيغة بكلمات مختلفة قليلا.
يسوع دخل لمدينة أورشليم والناس شافوا في يسوع دخوله على أنه دخول ملك منتصر ظافر. يا ترى الناس شافت في يسوع أنه ملك، شافوه بأي صورة ملك؟ كان في ناس كتيرة جدا حوالين يسوع، كان في ناس معاه وكان ناس بتفرج، وكان في ناس جاية في العيد لمدينة أورشليم يمكن كانوا أول مرة يشوف يسوع. الكل شاف يسوع كملك بس بصور مختلفة. في من اللي حوالين يسوع شافوه إنه ملك لأنهم شافوا فيه المحبة والسلام والتضحية لأجل الآخرين. يسوع قالهم بكل حنان بكل محبة. وعلى فكرة يسوع كان جاي مدينة أورشليم ومعاه كل أخباره، وخصوصا خبر إقامة لعازر من الأموات. فنقدر نقول الناس دول كانوا شايفين يسوع الملك الذي يقول يصنع خيرا، يعين الناس، يشفي الأمراض، يقيم الأموات، يساعد الكل. عشان كده قالوا وهم بيمجدوا الرب يسوع في دخوله لمدينة أورشليم بحسب إنجيل لوقا: سلام في السماء مجد في الأعالي، فهو الآتي باسم الرب. ولما العالم بيئن من الملك المتجبر القاسي بيكونوا في نفس الوقت متلهفين إلى الملك المحب الذي يسمع ويرى ويشعر بألام وتجارب شعبه ويعينهم. بين قوسين أقدر أقول الملك المتواضع المحب. كمان في دخول يسوع لمدينة أورشليم كان بدأ يسوع رحلة الفداء، رحلة خلاص البشرية. الناس كانت مشتاقة للملك المخلص، كانوا تحت ضغوط رهيبة، ضغوط فقر، ضغوط جهل، ضغوط احتلال، ضغوط تسلط كهنة ورؤساء ورؤساء كهنة وكتبة وفارسيين، ضغوط تشدد. الناس كانت مشتاقة لمخلص يخلصهم من كل المشاكل دي. خلال خدمة يسوع على الأرض خلص أناس كثيرين من ألام وأمراض وأعواز واحتياجات ومتاعب. كان الناس بيشوفوا في يسوع بارقة أمل لخلاصهم من متاعب كثيرة موجودة في الوقت ده، فكانوا بيبصوا على أن يسوع ملك مخلص. لكن مع الناس الطيبين دول اللي شافوا في يسوع ملك محب، ملك متواضع، ملك حنان، ملك مخلص، كان في ناس في المقابل شايفة يسوع ملك منافس أخذ منهم خضوع الشعب ليهم. في الإنجيل بحسب لوقا يقول هما بيكلموا يسوع ويقولوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. ليه؟ مش قادرين يسمعوا صوت الشعب وهو بيهتف للرب يسوع، وهو بيهتف لحد غيرهم. خضوع الشعب لملك تاني غير تسلطهم وتجبرهم ومكانتهم. قالوا له انتهر تلاميذك. يسوع قال لهم: إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. بمعنى إن دول والحجارة وكل المخلوقات الآن بتنظر ليسوع الملك المخلص المحب. في الإنجيل بحسب لوقا يقولون لبعضهم إيه الفارسيين والكتبة: انظروا أنكم لا تفعلون شيئا. وبعدين يقولوا إيه: هو ذا العالم قد ذهب وراءه. كل مجهوداتكم أنكم تسحبوا الناس اللي ماشيين ورا يسوع وترجعوهم لتحت سلطانكم مرة تانية فشلت. هو ذا العالم قد ذهب وراءه. لذلك
هم كانوا يخططون لقتله، دول شايفين يسوع ملك منافس لملكهم، ملك أرضي منافس لهم. في الآخر كيف ترى أنت يسوع؟ كيف تراه كملك؟ بالنسبة لك ترى هو ملك حقيقي بيملك على قلبك وحياتك؟ وإن كان كده أي نوع من الملوك هو يسوع بحسب فكرك وتفكيرك؟ يا ترى هو ملك لأنه بيحبك، بيتحنن عليك عشان كده خلاك أنت كمان تحبه زي ما هو حبك، ده في نظرك؟ يا ترى هو ملك لأنه عظيم وقادر وبيعمل معجزات وبيساعد ويقدر يعمل أعمال عظيمة جدا بكلمة أو بكلمتين؟ يا ترى هو ملك لأنك أنت شايف إن هو المخرج الوحيد لكل الأزمات اللي احنا فيها، وخصوصا الأزمات اللي فيها احنا الأيام دي؟ ترى هو المخرج؟ في ناس بتتجه للطب كمخرج، لكن في ناس تانية كتير ابتدت تتجه لله كمخرج وحيد، شايفة ان يسوع المسيح هو الإنقاذ الوحيد لكل الظروف اللي احنا فيها. ترى هو اللي نقدر ينقذنا من كل الظروف السيئة اللي بنمر فيها؟ ولا انت شايفه هو ملك لانه جبار وقاسي وانت لازم تخضع ليه، لانك لو ما خضعتش هو يقدر يعاقب وانت بتخاف منه؟ عموما السؤال متروك ليك. انا شخصيا شايف ان يسوع المسيح هو الملك اللي ملك على حياتي لانه احبني قبلا، ولانه احبني وانا في خطاياي خلصني، وهو كمان بيكن لي كل حب وحنان. الحقيقة أنا كمان متأكد أنه إطلاقا لا يعرف القسوة سواء تجاهي أو تجاه أي آخر، حتى إن كنا خطاة وعايشين في الخطية وحياتنا مملوءة بالخطية، لكنه لا يعرف القسوة تجاه البشر. فإلهنا إله محبة لا يمكن أن يكون قاسي، هو حنان ورؤوف ورحيم. والحقيقة أنا شخصيا متأكد إن هو الآن يرى ويسمع أنات البشر، وهو يستعد لكي يتدخل في لحظة معينة أنا لا أعرفها، ربما الهزيع الأول، ربما الهزيع الثاني، ربما الهزيع الرابع، لكنه في وقت بحسب حكمته يأتي الملك يسوع المسيح يتدخل لينقذ، ليعلن محبته للبشرية، ليعطي فداء وخلاص، ليحرر. ولإلهنا كل المجد، آمين.